أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بهذه الكلمات الغالية بدأت الكويت عهدا جديدا مع أميرها وحبيبها وقائد مسيرتها الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. بدأت عهدا جديدا من العطاء والإنجاز، عهدا جديدا من التطور والرقي، عهدا جديدا من التقدم والازدهار، عهدا نحو الأفضل بقوة أكبر تستمدها من إيمانها بهذا القائد الوالد. بهذه الكلمات بدأ نوخذ السفينة وربانها بدأ رحلته نحو موانئ الأمن والأمان، محافظا على سلامتها من كل ما يعترضها من أمواج ومشاق، وحريصا على سلامة من عليها من كل سوء، وعابرا بها المحن لتخرج منها أكثر قوة وأشد صلابة وأعظم بأسا، وحوله رجال يدينون له بالولاء المطلق للقائد والحب الخالص للوالد، رجال استطاع بهم الرسو بسفينته عابرا شواطئ السلام نحو عالم أرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. إخواني وأبناء وطني، لقد كان فقدنا للمغفور له أميرنا الراحل الشيخ صباح السالم الصباح فاجعة كبرى لنا جميعا، فقد فقدنا فيه نعم القائد والوالد، وكان للمشاعر الفياضة التي عبر عنها الجميع أكبر الأثر في تخفيف وقع المصاب، فكانت تجسيدا صادقا لروح التعاضد والتراحم التي اتسم بها مجتمعنا منذ القدم. ولقد رأيت اليوم وبعد انقضاء فترة الحداد الرسمي أن أتحدث إليكم جميعا، إلى كل من هم بينكم في منزلة الآباء لي، وإلى كل من هم في منزلة إخواني، وإلى كل من هم في منزلة أبنائي، إن خير ما نكرم به ذكرى راحلنا الكبير هو أن نواصل مسيرته في العمل لخير وطننا وأمتنا، مقتفين خطاه وخطى أسلافه الأخيار الذين أرسوا دعائم وطننا العزيز ورفعوا قواعد نهضته. إخواني، إن العالم يشهد اليوم فترة عصيبة من تاريخه يسودها القلق والاضطراب والصراع، وإن معظم بلدان العالم تعاني أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية لا تحسد عليها، ونحن في مجتمعنا الكويتي لسنا بمعزل عما يجري في سائر البلدان، ولكننا بعون الله وبفضل صلابة وإيمان وإصالة شعبنا العظيم تجاوزنا الكثير من هذه المشاكل، ونحمد الله أن ظل وطننا واحة للمحبة والأمن والازدهار. لقد عاش شعبنا على هذه الأرض الطيبة على مر السنين، تجمع بيننا أواصر القربة والتراحم وتشدنا عور التكاتف والتكافل، وقد ألف الله سبحانه بين قلوبنا وكان أمرنا دائما شورى بيننا حتى قدت الشورى صفة أساسية للحكم، حرصت أجيالنا المتعاقبة على التمسك بها، فالديمقراطية متأصلة في نفوسنا جميعا ككويتيين منذ القدم، والديمقراطية الصحيحة لا تعني مجرد الإطار الشكلي البرلماني، ولكنها تعني المفهوم الحقيقي والممارسة الفعلية للديمقراطية، وسنظل حريصين على ترسيخ ديمقراطيتنا الأصيلة بالمشاركة الشعبية النابعة من تراثنا وتقاليدنا، والتي سنعمل على تطويرها وإنضاج ممارستها تلبية لمتطلبات مجتمعنا الجديد
في إطار قيمنا وأخلاقنا ومبادئ ديننا الحنيف. إخواني، إن من واجب الوفاء على هذا الجيل أن لا ينسى الرعيل الأول الذين قامت على سواعدهم كويتنا الحبيبة، والذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيلها، ومنهم من يعيشون بيننا الآن، فيجب أن نعمل ما في وسعنا لإسعادهم، وأن نكون لهم أبناء بررة أوفياء راعين حقهم في التقدير والإجلال لما قاموا به وما قدموه من تضحيات. وإننا إذ نذكر بالتقدير ما قام به الآباء والأجداد من أعمال وتضحيات وما خلفوه لنا من منجزات، يجب علينا أن نواصل مسيرتهم ساعين لتحقيق الأفضل والمزيد من التقدم لوطننا ومجتمعنا. وإنما نطمح إليه اليوم ونسعى لتحقيقه في هذه المرحلة الجديدة من نهضتنا هو بناء كويت المستقبل والمجتمع الأفضل الذي تتعزز فيه منجزاتنا القائمة على الحق والعدل والأخاء والمساواة والعيش الكريم للجميع، والذي نعمل فيه جميعا أسرة متحابة من أجل خير الوطن ورفعته. إن بناء كويت المستقبل هو التحدي الكبير الذي يجب على جيلنا أن ينهض لمواجهته وينذر نفسه لتحقيقه، وعلينا من أجل ذلك أن نشرع في بناء الدولة الحديثة التي تأخذ بأسباب التقنية المتقدمة والأساليب العصرية في مختلف مجالات الحياة. ولعل أول ما ينبغي البدء به تحديث الإدارة العامة والجهاز الوظيفي للدولة وتطبيق المفهوم الحقيقي للوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة، وأن الموظف العام من رئيس الدولة إلى أصغر موظف في أجهزتها إنما هو خادم لهذا الشعب الذي أعطاه ثقته، فيجب أن يصون هذه الثقة بالنزاهة والجدية ورعاية مصالح المواطنين دون أي تقصير أو محابة. وفي الوقت ذاته ينبغي النظر بعين الاعتبار لتحسين أوضاع العاملين في مختلف أجهزة الدولة من مدنيين وعسكريين، وينبغي كذلك تطوير وتحسين المرافق والخدمات العامة في كافة القطاعات وتعديل القوانين والأنظمة بما يكفل حل مشاكل المواطنين في تعاملهم مع وزارة الدولة وإداراتها. وسيظل الحفاظ على الثروة الطبيعية التي أنعم الله بها على أرضنا الطيبة محور اهتمامنا باعتبارها المورد الرئيسي لدخلنا الوطني في الوقت الحاضر، وسنواصل سياسة الاعتدال في استغلالها وحفظ حق أجيالنا القادمة فيها وحسن استثمار عائداتها بما يكفل تلبية متطلبات بلدنا حاضرا ومستقبلا، مع الاستعانة بوسائل التقنية والعلم الحديث من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والشمسية وغيرها. وإلى جانب ذلك سنواصل تعزيز اقتصادنا الوطني وتطويره وتوسيع نشاطه في المجالين الداخلي والخارجي. وإذا كان لنشاط القطاع الخاص دوره المشهود في تاريخ مجتمعنا، فإننا نتصور له دورا بناء أكبر في كويت المستقبل، حيث يتوقع منه المزيد من الإسهام في خدمة مجتمعنا الجديد الذي لم يبخل عليه بالرعاية والتشجيع وكفل له حرية العمل والانطلاق. لا يذكر تاريخ جابر الأحمد دون الإشارة إلى سعيه الدؤوب وراء إقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم كلا من الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت، فلقد سعى سموه إلى إنشاء هذا المجلس منذ أن كان وليا للعهد حتى تحقق الحلم عام 1981. وهكذا ولد مجلس التعاون الخليجي بفكرة كويتية خالصة نابعة من قناعة أميرها الذي استطاع بثاقب نظره أن يحدد الخطوة وميقاتها بهدف حفظ دول الخليج العربية، كأنه ينظر إلى عصور قادمة تكون فيها التكتلات ركيزة المجتمع الدولي.
وقد استضاف سموه في 29 من يناير عام 1987 مؤتمر القمة الإسلامية الخامس، حيث افتتح سموه المؤتمر بكلمة معبرة لخص فيها أحوال العالم الإسلامي وأشار إلى الحلول المفترض اتباعها. وشدد سموه على أن الدول الإسلامية يجمعها الموقع الذي يجعل منها قارة إسلامية في العالم القديم، ولأبنائها وجود إيجابي في قارات الأرض جميعا. كما قدم سموه حفظه الله ورقة عمل أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية الخامس على أرض الكويت، تضمنت هذه الورقة مشروع إنشاء محكمة العدل الإسلامية التي سيكون لها بلا شك ثقل كبير لو أقرت من قبل رؤساء الدول الإسلامية، لكانت ركنا أساسيا في فض النزاعات الإسلامية. لقد حرص سموه على المشاركة الإيجابية في مؤتمرات القمة العربية، مساهما بما تجود به الكويت من دعم لقضايا الأمة العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين التي تظل شاهدا على صدق توجه الكويت وأميرها لدعم العروبة وعلاء شأنها. كذلك اهتمام سموه في مشكلات المنطقة العربية على اختلافها، وعلى رأسها الحرب اللبنانية الأهلية، حيث كان لسموه دور بارز في الوصول إلى اتفاق مصالحة لوقف هذا النزيف الذي أدمى جانبا من الأمة العربية. ومثلما تلقى إخوانه قادة دول مجلس التعاون فكرة سموه الأولى بإقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل ترحاب وتقدير، قابلوا فكرته حول إنشاء المجلس الاستشاري رغبة منهم في أن تكون قرارات مجلس التعاون منسجمة مع تطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم، وتتيح للقادة رسم صورة قريبة شعبية عبر مشورة أعضاء الهيئة الاستشارية التي تضم 30 عضوا من خيرة الاختصاصيين بمعدل 5 أعضاء من كل دولة. سوف يسجل التاريخ لشعوب مجلس التعاون إن شعاراتها كانت مبادئ، وإن مقولاتها تحولت إلى وقائع، ولن ارتابت أجيال أمتنا المعاصرة بكثير من الشعارات المطروحة والمقولات المعلنة بسبب مواقف البعض المباينة وممارساتهم المناقضة. فقد أعادت المواقف الخليجية أثناء المحنة الكويتية كثيرا من الثقة إلى نفوس أجيالنا بأن الإخاء بين شعوبنا حقيقة شعورية لها براهينها الموضوعية. ومن الجانب السياسي إلى الجانب الاقتصادي، حيث قام سموه بتقديم اقتراح خلال إلقائه لكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في 28 من سبتمبر عام 1988. هذا الاقتراح تضمن عقد اجتماع للدول الدائنة للتباحث حول إلغاء الفوائد على ديونها المستحقة لدى الدول المدينة، مع إسقاط جزء من أصول الديون المستحقة لدى الدول الأشد فقراً. وأكد سموه خلال هذه الكلمة على أن الكويت كدولة دائنة على استعداد أن تحضر هذا الاجتماع، وبعد عامين وعلى وجه التحديد بتاريخ 27 سبتمبر من عام 1990، وخلال إلقائه لكلمته حفظه الله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر سموه حينها أن الكويت قررت إلغاء كافة الفوائد على قروضها، وأنها ستبحث أصول القروض مع الدول الأكثر فقراً، وذلك من أجل تخفيف وطأة عبء الديون من على كاهل تلك الدول. لقد مضى عامان على المبادرة التي قدمتها هنا من فوق هذه المنصة مناشداً إلغاء الديون التي تعاني من وطأتها وأعبائها دول حرمتها مختلف الظروف من الرخاء وتكالبت عليها الضغوط. وإذا كان قد تم تحقيق بعض التقدم في هذا الإطار، إلا أنه لا يزال حجم المشكلة
ونطاقها مصدر تهديد خطير لحياة الملايين من البشر، وهو التهديد الذي وبلا شك يواجه أيضا الاستقرار والأمن العالميين، إذ توصل بعض المفكرين منذ زمن طويل إلى الرباط الوثيق بين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي. وحسبنا أن ننظر في كل ذلك إلى النتائج العامة لمؤتمر باريس الذي عقدته الأمم المتحدة هذا الشهر بشأن مشكلات الدول الأقل نمواً، لندرك حجم المشكلة والطابع الملح لإحراز التقدم الملموس نحو معالجتها بشكل فعال يخدم مصالح البشرية جمعاء. لهذا فإن الكويت من جانبها وانسجاما مع اقتراحنا السابق قررت إلغاء كافة الفوائد على قروضها، كما ستبحث أصول القروض مع الدول الأشد فقرا، وذلك من أجل تخفيف عبء الديون التي تقع على كاهل تلك الدول. سيد الرئيس، لقد كان بلدي يتشرف منذ أولى سنوات استغلاله بأنه في طليعة الدول التي تقدم المساعدات في مجال التنمية للدول الأخرى، وكان حجم تلك المساعدات يشكل أعلى المعدلات بالنسبة للناتج القومي الإجمالي، إذ بلغ 8.3%، وهذا يؤكد حرص دولة الكويت على المساهمة في رفع مستوى الشعوب النامية، وأنها سباقة في بناء البنية الاقتصادية للدول الأخرى. سيد الرئيس، لم تقتصر سلبيات الخراب والدمار والخراب والعدوان على الكويت وشعبها المسالم وعلى استقرار وأمن منطقة الخليج ومن ثم وضع الاستقرار العالمي كما تجلى لنا، بل تعدت كل ذلك لتصيب قضايا مصيرية كنا ولا نزال نتطلع إلى أن يضع المجتمع الدولي حلولا له، مثل قضية الشعب الفلسطيني ومأساة احتلال جنوب لبنان الشقيق. سيد الرئيس، إن الكويت التي عرفتموها ستبقى على عهدكم بها دائما، وفية لمبادئها، غيورة على قيمها، مخلصة لأصدقائها، محترمة لعهودها ومواثيقها. وخلال عهد سموه، وتحديدا في عام 1981، صدر القانون رقم 18 لكي يضاعف من رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث بلغ 2,000,000,000 دينار كويتي. وبموجب هذا القانون تم تعديل النظام الأساسي للصندوق لكي يدخل من ضمن صلاحياته المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، والمساهمة في رؤوس أموال المنشآت ذات الطابع الإنشائي. وبهذا القانون فقد منح الصندوق مساحة واسعة من الحرية، وأعطاه الحق في سلوك السبل التي يستطيع من خلالها تقديم القروض والكفالات والمنح والمعونات الفنية. قد اختير سموه رعاه الله في عام 1995 كشخصية العام الخيرية وبدون منافس، وذلك في أكبر وأضخم استطلاع للرأي العام في المنطقة، وهذا بمشاركة 5,000,000 مواطن عربي أجرته مؤسسة المتحدون للإعلام والتسويق البريطانية. وجاء في الاستطلاع بأن قرار اختياره سموه كشخصية العام 95 الخيرية جاء نتيجة لما قدمه سموه من دعم مالي للكثير من المنظمات العالمية التي ترعى الفقراء، وأنه رعاه الله يساهم بجزء من أمواله الخاصة في الإنفاق على المشروعات الخيرية ورعاية المحتاجين، ودوره في دعم الأيتام بالكويت ومد يد العون والرعاية لهم. اهتم سموه بالمرافق الصحية والتي تهتم بصحة المواطنين
وتقوم على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين. فكان افتتاحه رعاه الله لمبنى المستشفى الأميري الجديد عام 1984، وكذلك افتتاحه للعديد من المستشفيات في عقد الثمانينات، فكان افتتاح مستشفى الفروانية عام 1980، وتلاه في عام 1981 افتتاح العديد من المستشفيات التي تخدم أبناء المحافظات الخمس، ومنها مستشفى مبارك الكبير في فبراير 1981، ومستشفى العدان في فبراير 1981 أيضا، ومستشفى الجهراء في عام 1981. فقد شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي ازدهارا في مجال تقديم الخدمات الصحية في الكويت لرعاية المواطنين والمقيمين صحيا وتقديم جميع ما يحتاجون إليه من رعاية صحية. قد كان لسموه الفضل الأول في إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976، ويدير المؤسسة مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، وتقوم المؤسسة بالمساعدة على مواكبة التطور العلمي، وتقوم هذه المؤسسة أيضا على تقديم العون للقائمين على التنمية الفكرية ومساعدة القائمين على البحوث العلمية المتخصصة ذات المستوى الرفيع، وكذلك تقوم المؤسسة بتقديم المنح الدراسية والتدريبية، وتقدم الجوائز التشجيعية للدارسين والباحثين في المجالات العلمية المختلفة. تقدم المؤسسة جائزة الكويت، وهي من أكبر جوائز المؤسسة وأهمها، وتمنح للعلماء والباحثين المتميزين في أبحاثهم العلمية، وتقدم كذلك مجموعة من الجوائز السنوية، وتصدر شهريا مجلة العلوم. وفي إطار اهتمام سموه بالعلم، صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ليؤكد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليه وزير يختاره مجلس الوزراء. وحدد المرسوم غرض المعهد، وهو النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية، وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة ومواد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية، وتقديم المشورة للحكومة بما فيها سياسة البحث العلمي في البلاد. وفي عهد سموه عام 1982 أنشأت الدولة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون سلطة مركزية مستقلة تشرف على هذا النوع من التعليم والتدريب وتخطط له. وكان سموه يرعى تخريج المتفوقين في مبنى الهيئة في كل عام تشجيعا من سموه لطلبة وطالبات الهيئة. ومن الناحية الأكاديمية ولمواكبة التطورات العلمية التي حدثت في العالم، شهدت جامعة الكويت افتتاح العديد من الكليات الجديدة في عهد سموه حفظه الله، ومنها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في عام 1983، وكلية العلوم الاجتماعية عام 1999،
وكلية طب الأسنان عام 1997، وكذلك العديد من الكليات، منها كلية الصيدلة وكلية البنات وكلية الدراسات العليا. لقد كان رعاه الله حريصاً على المحافظة على معالم التراث الكويتي، ومن أوجه ذلك الحرص أمره بإعادة بناء بوم المهلب، والذي توقف عن الإبحار والسفر بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات، فقد كلف سموه ديوانية الجلاليف بهذه المهمة، وتحديداً في عام 1996. وهكذا كان وما زال سموه حريصاً على ضرورة المحافظة على التراث الكويتي، والذي يمثل جزءاً من حياة المجتمع الكويتي. أنشئت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق مرسوم أميري رقم 139 لعام 91. وتعمل هذه اللجنة على تأكيد الالتزام بالجانب الأخلاقي في جميع الممارسات والأنشطة في جميع المجالات المختلفة، باعتباره هدفاً ووسيلة للحفاظ على هوية المجتمع وصوناً لثوابته، وكذلك تنمية روح التعاون مع مختلف قطاعات الشباب من أجل تفعيل دورهم في الارتقاء في خدمة المجتمع. وأيضاً في عهد سموه أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، وبناء على المرسوم الأميري رقم 133 لعام 1992. والهدف من إنشائها توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الأسرى والمفقودين والمحتجزين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت ممكن، وكذلك العمل على رعاية أسرهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات في ظل كفالة المجتمع الكويتي وتضامن أبنائه. أنشئ مكتب الشهيد بناء على المرسوم الأميري رقم 38 لعام 1991، والذي دعا إلى تكريم الشهداء وأسرهم، وتم ذلك برغبة من سموه حفظه الله. وتتمثل رسالة المكتب التي يسعى إليها تتمثل في تكريم الشهيد عن طريق تخليد بطولاته ورعاية ذويه رعاية متميزة في جميع النواحي المادية والمعنوية، بما يحقق معاني الوحدة الوطنية ويكرس خصوصية المجتمع الكويتي. وفي إطار اهتمام سموه حفظه الله بإزالة آثار العدوان العراقي الغاشم عن المواطنين، جاء تأسيس مكتب الإنماء الاجتماعي عام 1992 كبادرة أميرية كريمة لها دلالتها الإنسانية والوطنية والدينية. ويتبع المكتب الديوان الأميري، حيث يعمل على إعادة تأهيل الذات الكويتية
لتكون آمنة مطمئنة وفاعلة في تنمية مجتمعها.